بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده يشهد الله يعني أنه هو تحت إشرافي في منطقة 10,000 في النوبرية، محافظة البحيرة مصر. اللي قائم على المشروع ده مش مهندس زراعي، ده مهندس مدني، يعني خريج هندسة مش خريج زراعة، تمام. فبسم الله ما شاء الله، يعني السنة اللي فاتت كانت تجربة رائعة، كانت في 7 فدان، السنة دي ما شاء الله في 13 فدان. زي ما انت شايف كده الفرق ما بين العداية والتانية يعني حاجة لا تذكر، بنسبة سوى تقريبا 50% 60%، باقي طبعا في الأرض حوالي 30-40%، يعني ما شاء الله يعني حاجة كويسة. المهم يعني انت كويس جدا ممتاز. فايه حكاية النجاح بقى في القصة دي، او ايه اللي خلانا نوصل للحكاية دي؟ اول حاجة اختيار الصنف اللي هو الكويس، يعني اللي يجود في المنطقة اللي انت بتزرع فيها، وكمان يجود في العروة اللي انت هتزرع فيها، لان مفيش حاجة في مصر طبعا، عارفين ان زراعة الطماطم كذا عروة، تبقى فيهم عروة صيفية مبكرة اللي هي دي بتزرع في شهر واحد او نص واحد لحد اول 2 او نص 2، وفي بتتزرع برضو، يعني احنا عندنا في مصر تقريبا يعني كل الدنيا او كل العروات دخلت في بعضها، لان العروة ديت بنقعد نزرع لحد شهر 4، تبدأ بالنبرية، بعد النبرية يبدأ بعد كده جماعة بتعود المطروم بيزرعوا، بتوع العمرية برضو بيزرعوا، بتنتهي بندخل في الشمال الصعيد الفيوم وبني سويف، بداية من 15/8، خد 9، خد 10، وانت ماشي كده لحد ما تنزل لمحافظة إنا او إسنا بالذات، يعني تمام. خد بعد كده ادخل بقى على زراعات الانفاق، واذا ذكرت الانفاق فتذكر طبعا محافظة اسماعيلية. اول حاجة زي ما قلنا اختيار الصنف عندك يكون كويس مناسب للعروة اللي انت هتزرعها، وزي ما نقول بيكون مجرب. تاني حاجة برنامج تسميد يكون يعني اولا غير مكلف، وبرنامج التسميد ده ما كانش مكلف او يعني برنامج يكون غير مكلف، تمام. بلاش يومي عشان ما نسقلش على المزارع. انا كنت في الاول بستخدم السماد يومي، ولكن الله على ما اقول شهيد، يعني استخدمت السماد حاليا يعني شبه يعني يوم ويوم، تمام، او 4 مرات في الاسبوع، يوم ويوم يوم ويوم يوم ويوم، وبنحط يوم كالسيوم، ممكن كل 15 يوم نحط حماض، نحط بتاع ده هيوميك اسيد يوم، وبعد كده بنبدأ نرش عناصر صغرى لو كل 20 يوم مرة، ما عندناش مشكلة خالص، تمام. دي ملامح برنامج التسميد بدون طبعا الدخول في التفاصيل، لان تفاصيله كتيرة جدا، وانا ضد اي برنامج تسميد ثابت بصراحة، تمام. يعني برنامج التسميد لازم يكون يتوافق مع مرحلة المرحلة العمرية للنبات، يعني كل مرحلة بيكون لها عمر معين يعني، وما فيش حاجة اسمها ثابت، لا انا بتحرك على حسب النبات ما بيحركني. فاللي موجود ما شاء الله مهندس مدني، وبسم الله ما شاء الله يعني دماغ حلوة، دماغه حلوة جدا، والراجل اجمل ما فيه ان هو ما بيفتيش، يعني بقول لك انا الراجل مش زراعي، ما زلت بتعلم. فمنفذ ممتاز جدا، فده اللي مطلوب، يعني تلاقي المزارع عمال يعكس كتير ويجرب كتير ويروح لديه ويعمل ده ويدخل للارض يمكن 3-4 مهندسين و2-3 مشرفين و5-6-7 مزارعين جنبه، كل واحد بيقول رأيه، وفي الآخر دماغه بتخرب وبيبقى مزبزب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
والدنيا ما بتبقاش كويسة عنده. فده طبعا ما بيكونش بيبقى غير موفق بالمرة يعني، تمام. ممكن تصدف معاه مرة صدفة، بس الصدف مش بتيجي على طول يعني، الدنيا مش كلها صدف يعني، لا أكيد برضو لكل مجتهد نصيب يعني، تمام. بعد كده طبعا ملامح البرنامج بتتمثل برضو في التسميد، آسف، المكافحة كويسة ما بين المكافحة الفطرية والمكافحة الحشرية، ولو عندنا نماتودة برضو بناخدها في الحسبان. مكافحة حشرية معروف اللي هيصيب الحشرة ايه يعني، اي حاجة النهاردة لو دخلت عند اي مزارع ولقيته مكافح التوت ابسلوتا كويس، يبقى اكيد كل الامراض التانية هتبقى مكافحة كويس. اول كانت عندنا مشكلتنا في الذباب البيضاء، ومشكلتنا كانت في الصقيبة المصة والكلام ده، وتدودة ورق القطن، الكلام ده كلته جنب اللي هي التوت ابسلوتا لا يمثل اي شيء، لا يمثل اي شيء. طالما قدرت تكافح توتا ابسليوتا وما يكونش عندك إصابة، اعرف انك انت مسيطر على باقي الحشرات، مسيطر على باقي الحشرات، امورك طيبة طيبة طيبة. كل مشكلتك فيه في التوتا ابسليوتا. الفطري، والله احنا بنتحرك في الفطر ده هو وقائي، وبنتحرك في علاجي، وبنبدأ بالوقائي الأول إن كان نحاس ولا كبريت. وإذا لم يكن يا سيدي وقائي فاعتبره يعني كعنصر مغذي للنحاس، وعنصر مغذي لعنصر الكبريت، يعني كحاجة مغذية، تمام، رشهم كده يعني، تمام. بعد كده دورات المبيدات اللي هي الحشرية لازم تكون منتظمة، أنت بتدي كل أسبوع، بتدي كل 5 أيام على حسب، طالما ما فيش إصابة يبقى أمورك طيبة جدا. تنساش الطماطم بتصب بالعنكبوت الأحمر، ولازم العنكبوت الأحمر ده يدخل معاك ضمن الايه، ضمن الـ ضمن البرنامج التسميد الحشري بالذات معاك ممكن تخلطه، تمام. بالنسبة بعد كده للفطري، أنا أعتقد اللي زي العروة دي ما بتترشش فطر كتير، ولكن ممكن تصاب، لا تصاب عادي ما فيش أي مشكل خالص، خصوصا ان هي بتلحق الفترة اللي هي بتبقى يعني اولا يعني وجه بحري، بيبقى فيه رطوبة عالية في الاشهر دي وشبورة مائية، فالشبورة دي طبعا اكيد التوأم بتاعها الندوات، وعلى رأسها الندوة المتأخرة، لان المنطقة دي منطقة بطاطس، والبطاطس في الوقت ده هو الشهر 2 و3 او 1 و2 و3 بيجي لها الندوة او اللفحة المتأخرة، فناخد بالنا من كل الحاجات اللي بنحكي فيها ديت. يعني هذا منجز بسيط على الـ الشغل الجميل الحلو دهوت. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.